الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. قل منظمة الدفاع المستهلك شنو تعرف عليها؟ والله ساعات في التلفزة يقول لك هكا منظمة الدفاع المستهلك هاي محتج على الأسواق كيفاش طالع هذيك هو ما تنجمش تعمل ما عندهاش الإمكانيات ولا هذيك منظمة من جملة المنظمات الوطنية لكن على مستوى الفاعلية الأمور مش هي دورها الرئيسي يتمثل في الرقابة من اللي قاعدين نشوفوا فيه في ولاية القروان بريس كابسونس توتال نعرفوا اللي هي معناها تنجم تبلغ على الاحتكار يقولوا لك باش تبلغ على الاحتكار دافع على المستهلك يعني من غلاء الأسعار من العبيد اللي تاخذ كما نقولوا في مواد تغذى يعني تخبيها تحتكرها باش طلع الأسعار وبعد خرجت بها المواطنين. منظمة الدفاع المستهلك نورمالمون هي تراقب الأسعار وتسعى باش هي ما تعليش شفناهاش في المدة الأخرانية وقت اللي ارتفعت الأسعار وقت اللي فقدنا بعض المواد الأساسية يا ودي ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار مش في دين منظمة الدفاع المستهلك في دين عصابة هي قاعدة كيفاش نقول في الدور أنا دور في تونس كل على خاطر الاحتكار موجود الحوانت تبيع كل واحد يبيع معناها على السوم اللي هو يساعده ما ريتش معناها اسوام محدده ما ريتش حتى مراقبه هذاك تلقاه زايد 100 وهذاك زايد 200 وهذاك سواء في الادويه سواء في المواد الغذائيه سواء في الملابس سواء في معناها في جميع اللي يحتاجه المواطن ما ريتش حتى رقابه. قاعدين نسمعوا فيهم في برشا اعلانات يقول لك اذا كان كيتش حاجه ولا حاجه مفقوده ولا حاجه ثم اغلى من لازم خبرونا وعلمونا وهي ارقام خضراء اتصلوا بينا ومن بعد ارقام خضراء نتصلوا بها ما عندهاش معناها الحكايه جمع زمان وترجع الحكايه كالعاده المواد الاساسيه محتكره هاك تخزر كل مره معناها مداهمة المخزن او دهمنا قاعدين نسمعوا كيما الناس كل في الاخبار او دهمنا او احتكرنا ما فهم شيء نتيجه ما فهمش كل المواد الاساسيه مفقوده هاك تشوف الزيت مفقود الروز مفقود والعجين الناس متهافت عليها على خاطر مش يزيد في رمضان وكل شيء قاعد يزيد الاسوام الكل قاعده تزيد المواطن ما عادش خالط مش خالط جمله باش يعبي القفه نتاعو ومش عارفين الوين ماشي نسمعوا في التلفزيون تحكي في الاخبار يحكوا هاو احتكار هاو تهريب هاو درا شنو لكن الفعلي معناها ما فهميش مارينا حتى شيء بالعكس كل يوم تزيد نفيقوا هاو المزود زيد هاو ليسونس زيد هاو اي ومن بعد وين ماشي المواطن وين ماشي هي شهريته باقيه واقفه معناها ستابل لكن المواد الغذائيه وتسكي يحتاج المواطن معناها حاجياته الكل في تزايد وين ماشيين البنوك وغرقنا فيه الشهريات وباقية هي ما تتزيدش لك المواد تتزيد بيه وين ماشيين بيه المواطن مش يبيع روحه وبيع لازم رقابة معناها تكون فعلية ورقابة معناها مش حبر على ورق رقابة فعلية وتكون لجان معناها بصفة دائمة تتراقب وتشوف وعلى عين المكان سينورة وماشيين في هاوية والله والمواطن هو ديما مسكين في العفس وكهو وربي معانا وكهو الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.